الأهوازين شاركوا والأمم المتحدة من منظمات مختلفة، منظمات سياسية، منظمات حقوق الإنسان، مركز دراسات الأهواز ومنظمات أخرى. إحنا كنا حطينا تقارير ووضحنا للعالم المجتمع الدولي، لأن إحنا شعب مظلوم وإحنا ما نريد أشعار أم شعارات راديكالية متشددة من حيث إحنا ندخل، لأن إحنا قويين. شنو هاي مظلومية شعبنا؟ هاي اللي إحنا قدرنا نطرحها بشكل جيد. وزعنا أكثر من 200 جلد من هذا الكتاب الجديد بالعربي وبالإنجليزي، وهذا الكتاب 55 صفحة كلها انتهاكات وتغييرات حقوق الإنسان الشعب العربي الأهوازي، واعطينا لأي سفير دولة، أي منظمة دولية عالمية، كلها عندها نسخة من هذا الكتب. اجت أهل القضية اليوم وبهمة دخلوا دار الأمم نجمة بعد نجمة، حجوا عن الوطن بخلاص ورسموا قصته ورسمه. ها أخوتي وتفاخر باسم الأهوازي، 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 وتفاخر باسم الأهوازي. إنه اليوم انتهت أعمال المؤتمر اللي استمر 3 أيام، اللي كانت قايمة منظمة Human Rights Watch. اليوم انتهت أعمال المؤتمر ويعني أعطوا مجال للشعوب أيضا من المشاركة، لكن بشكل بحيث نتيجة لكثرة التنظيمات التابعة للقوميات غير الفارسية في إيران، فاقتصروا يعني إعطاء الكلمات على البعض، خاصة فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. يعني أعطوا الكلمات لمنظمات حقوق الإنسان بدل للتنظيمات السياسية. فالمهم المؤتمر كان موفق، وإحنا هم تمكننا عن طريق منظمات حقوق الإنسان إنه نوصل الرسالة المطلوبة اللي تخص ما يتعرض إلى شعوبنا، ما فيها الشعب العربي الأهوازي، اللي قدرنا بشكل جيد عن طريق الكلمة اللي ألقاها الدكتور كريم إنه يوضح ما يتعرض إلى الشعب العربي الأهوازي على يد النظام الجمهورية الإسلامية. فالحمد لله كان موفق. والإخوان أيضا كما تدرون المشاركين الأستاذ أبو نزار حمدي، اللي حقيقة كانت لديه كلمة وأيضا تم استلامها من قبل المسؤول عن ترتيب المؤتمر، وكذلك كلمة الأخ أبو طارق، وكلمتي أيضا أنا، ويعني قال هاي طبعا جميع الكلمات للتنظيمات المشاركة راح تصل إلى يد الأمم المتحدة، لكن بما أنه الأجندة اللي مطروحة ما كانت بهذا الشأن، فلذلك على كل حال كانت المؤتمر كان موفقا، والشيء اللي ردنا حصلنا عليه بحيث إيصال صوت شعوبنا والشعب العربي الأهوازي لهذا المنبر العالمي الهام.